لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بمشاركة فرقنا التونسية في المسابقات القارية في مسابقة كأس الكاف. ممثل كرة القدم التونسية الاتحاد الرياضي المونستيري يواجه حاليا تي بي مازيمبي الكونغولي لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات. مباراة انطلقت ماضي ساعتين ويحتضنها الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بإدارة الحكم السنغالي ماجيتنداي، والنتيجة الحالية هي التعادل السلبي 0-0 مع بداية المقابلة. إذن هاو نعطيكم التشكيلة الأساسية للاتحاد المنستيري اللي بدأت المباراة، وهما كل من البشير بن سعيد، وائل بن عثمان، هشام بكار، محمد الصغراوي، عثمان وترا، علاء الدين الدريدي، منذر القاسمي، حسام تقا، هيكل الشيخاوي، محمد أمين، بوزيان، وزياد العلوي. في نفس الإطار، إدارة الاتحاد المنستيري نشرت بلاغ طلبت فيه جماهيرها بالالتزام بالروح الرياضية والابتعاد عن رمي المقذوفات وإشعال الشماريخ واستعمال الليزر، وذلك لتصدي لكل المحاولات المس بمصلحة الفريق وحرمانه من جماهيره في باقي المقابلات، وتفاديا للعقوبات القاسية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. نكمل مع كأس الكاف وأهم مواجهات اليوم لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات الخمسة متاع العشية. أسكو ديكارات تقول يستضيف بيراميدز المصري، كيف الخمسة مباراة يانغ أفريكانز التنزاني مع ريال باماكو المالي، الخمسة ريفز يونايتد النيجيري في مواجهة موتيما بمبي الكونغولي، الخمسة متاع العشية كيف مباراة نادي الأخضر الليبي مع لوبوبو الكونغولي، والثمانية متاع الليل فيوتشر المصري يستضيف الجيش الملكي المغربي. منتخبنا التونسي أواصلي كرة القدم يواصل مشاركته في كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة في مصر، وبعد الهزيمة مع السنغال في الدورة النصف النهائي منتخبنا باش يواجه نظير النيجيري في المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث، واللي باش تدور نهار الجمعة بداية من 3 متاع العشية، في حين مباراة الفينال باش تجمع بين السنغال وغامبيا نهار السبت بداية من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. رسميا المنتخب النيجر اختار ملعب حمادي العقربي برادس لمواجهته ضد المنتخب الجزائري يوم 27 مارس الحالي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023. نذكر أن القرار هذا تم اتخاذه بسبب عدم جاهزية ملعب العاصمة نيامي لاحتضان المقابلات الدولية بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. محليا وفي بطولة الرابطة المحترفة الثانية، الشبيبة الرياضية القيروانية تواصل تحضيراتها استعدادا لمقابلة الجولة 13 من البطولة، واللي باش تدور نهار الأحد الجاي في بمبلا ضد النادي البمبلي. نذكر انه تشكيلة الجي اس كا باش يغيب عليها المهاجم احمد الترابلسي بسبب عقوبة الاقصاء في المباراة الفارتة ضد الامل الرياضي بجربة. في أخبار التحكيم، الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن قائمة الحكمات التونسيات اللي باش يزفروا مقابلات دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة المقررة في تونس من 13 إلى 18 مارس الحالي، وضمت القائمة كل من آمنة العجبوني حكمة ساحة، شافي العمري حكمة مساعدة، وأي الحرزي كيف حكمة مساعدة. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة السلة. نهار السبت باش يكون الموعد مع مقابلة الجولة الثانية من مرحلة البلياوت الخمسة متاع العشية في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، مباراة الشبيبة الرياضية القيروانية مع ضيف الملعب النابلي، وكيف في نفس التوقيت الخمسة متاع العشية المباراة الثانية باش تجمع بين شبيبة المنازة واتحاد الأنصار. في كرة اليد، منتخبنا التونسي الأكابر يواصل ترابصه تحذيري في المهدية اللي باش يتواصل إلى غاية يوم 11 مارس بإشراف المدرب الفرنسي باتريك كازال. اليوم منتخبنا باش يواجه منتخب الأواسط في مباراة ودية بداية من 5 متاع العشية بقاعة قصور السيف، بالإضافة لبرمجة مباراة ودية ثانية ضد فريق مكارم المهدية باش تدور يوم 11 مارس بقاعة المهدية. في الكرة الطائرة، نهار السبت تلعب الجولة الأولى من مرحلة السوبر بليوف، زوز مقابلات 4 متاع العشية، مستقبل المرسى يستضيف النادي الصفاقسي، وكيف 4 متاع العشية في القاعة الأولمبية بسوسة قمة الجولة باش تجمع بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي.
خارج تونس وفي إياب الدور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم الموعد مع زوز مقابلات التسعة متاع الليل مباراة القمة بين باير ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي. نذكر أنه مباراة الذهاب وفات واحد بلاش لصالح فريق البافاري، والتسعة متاع الليل مباراة توتنهام مع ميلان الإيطالي، والذهاب في السانسيرو كان انتصر فيه جمعية ميلانو هدف مقابل صفر. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية تساهم الرياضة في الحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض الصدرية مع تعزيز المناعة وحماية سلامة القلب. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيد الترابلسي، ونتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس.